هاي سبسكرايبر، كيفكم؟ احد الهواتف من شركة ايليفون، انا شخصيا بسميه الهاتف العملاق. هذا الحكي بينطبق على جهاز اسمه سي 1 ماكس 6 انش، وهيدي مراجعة الكاميرا للهاتف. في بداية مراجعة الجهاز سي 1 ماكس من ايليفون، بدي أشير إلى نقطة مهمة. ما بعرف إذا كيف ممكن أنتوا تشوفوها، إذا كانت هيدا النقطة إيجابية أو سلبية، كون شركة إليفون ما عندها هواتف لفئة مخصصة غير هواتف ذات فئة أقل. هيدا الحكي بينطبق تماما على هاتف حلقتنا لهيدا اليوم، خصوصا أنه هاتف اليوم سي 1 ماكس من الفئة المتوسطة بحجم شاشة 6 إنش، أي عملاقة فعلا. جهاز السي 1 ماكس تم تصميمه للمستخدمين اللي بيحبوا الشاشات الكبيرة، كما عمدت إليفون على تصميم الهاتف بجسم معدني بالكامل لحتى يكون صلب إلى قدر كبير. كون الهاتف من الفئة المتوسطة يعني ما رح يكون كامل المواصفات بالشكل الخارق، لكن فعلا بيحمل الهاتف خصائص ما وجدتها بفئات أعلى. وبما أنه الجهاز بحجم شاشة عملاقة رح يكون وزنه شوي كبير، بحيث عندك جهاز بوزن تقريبا 200 جرام وسماكة 8 مليمتر. ورغم هيك كانت التجربة بالاستخدام جيدة جدا. معالج من ميديا تيك وذاكرة 2 جيجا بايت وسعة تخزين 32 جيجا بايت. بالعودة الى جسم الجهاز، فعنا من الجهة الامامية كاميرا بقوة 5 ميجا بيكسل وسماعة المكالمات وازرار التحكم بواجهة الهاتف والتطبيقات. الجهة الخلفية رح يتواجد كاميرا مزدوجة بقوة 13 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل وفلاش ومستشعر للبصمة، جيد جدا لناحية الاستجابة إلى حد كبير. كالعادة الجهة الجانبية لكامل الهواتف هي مكان للأزرار رفع وخفض الصوت وزر تشغيل وأطفاء الجهاز، والجهة المقابلة مدخل شريحتي للهاتف أو شريحة مع بطاقة ذاكرة. الجهة العليا منفذ سماعات الرأس أي الإيرفون من نوع 3.5 مليمتر. بقابلها أسفل الهاتف منفذ شحن السريع من نوع USB وسبيكر ومايك للمكالمات. جهاز إيليفون سي 1 ماكس بشاشة حجم 6 إنش وبدقة 1280x720، أي الشاشة رح تكون عندك HD من نوع IPS LCD. ألوان الشاشة جيدة جدا مع زوايا رؤية واضحة وألوان واضحة ومشبعة أيضا. سي 1 ماكس بيحمل معالج ثماني النواة بمعمارية 64 بت من نوع MTK6737 من ميديا تيك، بالإضافة لمعالج رسوميات من نوع مالي T720. هيدا الحكي معزز برام أو ذاكرة وصول عشوائية هي 2 جيجا بايت، كما أنه متاح للمستخدم سعة تخزين أي ستورج 32 جيجا بايت قابل للتوسيع من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية. كاميرا سي 1 ماكس الخلفية المزدوجة أمر مميز لهاتف متوسط الفئة وبسعر منخفض، فعندك الكاميرا بقوة 13 ميجا بيكسل وكاميرا أخرى بقوة 5 ميجا بيكسل لإظهار صورة ممتازة وألوان جيدة مع دعم التركيز التلقائي. هيدول الكاميرتين أثناء التصوير رح يشتغلوا سويا. الكاميرا بتدعم أنماط تصوير متعددة وأيضا فلاتر. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بصراحة عادية بقوة 5 ميجا بيكسل، لكن جيدة إلى حد كبير بموضوع الصور السيلفي. بطارية سي 1 ماكس هي بقوة 2800 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع، ومع أندرويد خام من المؤكد أنها قادرة على الصمود إلى وقت لا بأس به. بالانتقال للحديث عن نظام التشغيل الخاص بهاتف السي 1 ماكس من إيليفون، فهو بيحمل آخر إصدار الأندرويد على وهو أندرويد 7 أو النوغا. بصراحة رغم أنه الهاتف من الفئة المتوسطة، إلا أن إيليفون أضافت إلى نظام التشغيل بعض اللمسات المميزة مثل اللمس الذكي، بحيث من خلال رسمة معينة على الشاشة رح ينفذ الهاتف أمر معين. كما أبقت إيليفون على خيارات تخصيص الألوان الخاصة بالشاشة وأضافت أيضا مكتبة خاصة بالسمات للهاتف. الهاتف بالمناسبة بيدعم الاتصال من الجيل الرابع أي 4G، كما أنه بيحتوي على بلوتوث 4.0 بالإضافة لضوء الاستشعارات من الجهة الأمامية والواي فاي. بالمختصر هاتف بمواصفات جيدة جدا مع شاشة كبيرة وسعر منخفض مقارنة مع هواتف بأقل مواصفات وسعر أعلى. بهيك بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من استعراضنا لهاتف السي 1 ماكس من إيليفون، أحد الهواتف العملاقة بشاشة 6 إنش. إذا أنت بتحب الشاشة الكبيرة ذات الحجم الكبير، طبعا هذا الهاتف مناسب لك بحد كبير. فطبعا معلومات الشراء أو حصولك على هذا الهاتف موجودة بصندوق الوصف. أي شيء بتحب تسألني عنه عن هذا الهاتف أيضا فيك تتركه بصندوق
التعليقات. إلى اللقاء، كان معكم محمد.